تكفون ابغى الاول تكفون فلوسي بتطير. لا لا رمضان يا حبيب رمضان. السلام عليكم يا جماعه، مقطع جديد اليوم جايب لكم اول مره فعليا مع مشتركين. كنت افكر اني اسويها مع المنتسبين لكن اغلب المنتسبين ما دخلوا ديسكورد حقي، فاليوم جايب لكم فعاليه عليها فلوس. اوكي يعني الفايز راح يكسب فلوس معنا، صح انها بسيطه لكن اوكي قاعد يرحبون فيكم الشباب. طبعا الفايز $10 في كم جيم، فان شاء الله تستمتعوا بالمقطع وان شاء الله ما تكون اخر فعاليه. الجيم اليوم او الماب اليوم راح يكون سباق نقاط، راح يكون فيه عده مراحل من الجيمز، اللي يجيب اعلى نقاط هو اللي يفوز في النهايه. ما ادري كم مرحله صراحه، لكن قد لعبت مع ريان اوسمز في مقطع مقاطع حبيت اني العبه حاليا، فبسم الله خلونا نبدا. يلا شباب تعالوا هنا. اوه هذا البدايه، اوه هذا اللي يطلع الناس اللي هذا لا 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 هذا تحاول تطيح ناس من العالم. اوكي يا ساتر يا زحمه، والله زحمه يا ساتر. لا 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 ما لي دخل انا. تكفون كم باقي من واحد؟ طيحت بذرينم. مين باقي؟ لا والله ما طاح. مين ذا؟ اي ما يطيح ذا. لا 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 وين راح؟ اوكي هذا وهذا. الله حركت اليوم اول فوز لي، يعني ايش اسوي؟ والله جلدتهم جلد صراحه، انا اسف يعني. طيب الجيم اللي بعده اوكي هذا ايش؟ بونس جراب؟ اوه اي هذا الجمع اللي هنا، جمعون اللي فوق اللي هي اللاما. حلو حلو حلو. تكفون لا 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 تكفى. ايوه كم وحده؟ حلو. لا لا طلعت برا العالم انا. حلو تكفون ابغى انط. اي كل شوي. اوكي شلون تجي معكم بلانات يا عيال؟ انا ما يجي معي شيء. شلون؟ والله ما يجي معي بلانات ولا قصدي ذي اللي تنطط. يا لك طم القهر. لا تكفى تكفى تكفى. تكفون. لا 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 لا. جمند جمند. اوه. حلو. حلو. من اكثر واحد يا شباب؟ لا احد يعرق علينا. يا ربنا ام دامي جاب 10 سكور. اوكي اوكي في منافس الحين، في منافس. عندنا دابي فاز في الجيم الثاني والحين بنلعب الجيم. الو اوكي هذا وشي؟ اوه اول مره العبها ذي. لا لا قنبلة بموت منها. يقطع من الغباء يقطع من الغباء يقطع من الغباء. هذا من اللي زابه تحت اليسار، والله ذكي ذا ناشب وبعدين طار. اوكي يا ساتر. اوه في الاخضر هذا اللي بدك تنشف فيه توني اشوفه. من اللي فاز؟ دابي يا معرق، دابي يا معرق. يا ليل بيخرب علينا الجيم كامل ذا. اوكي وش هذا؟ دبل فلاي جمب. اوه المنيشن. انا ما اشوف احد. اوكي لا 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 نواف ليش يا نواف؟ طعم الحاله بعيدين عني انتو. الايم صعب فيه قسما بالله. هذا من يطلق عليه ذا؟ اوكي شكله ملقلق ذا. مين فاز؟ نواف شكله. لا والله اصبر نواف. اي نواف نواف فاز. حلو حلو الحين جيمين دابي وجيم نواف وانا جيم. هذا وش هي؟ اوه اصبر هذا ورا. حلو حلو فهمته. اوكي يا اخ صعبه ذي. لا تكفى
تكفى. اوكي لا تكفى لا 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 يقطع من الحساب يا يا والله صعبة ذي يا ساتر يا رب. اوكي اوكي انا المشكلة اني مو قاعد اناظر الا الجهة هذه. طيب هنا يمين هنا تحت هنا يسار يا اخي استيعاب صعب هنا. تكفون يمين قدام لا تكفى يمين 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 يقطع ام الحالة يا عيال شرواني لا والله العظيم يا اخ صعب. اوكي جي جي مين فاز؟ نواف فاز مرة ثانية. نواف 20 يا معرق. محمد فواز 19 نقطة عنا طم الفرق. طيب الحين المرحلة السادسة هذا الشيء راس مان ستاندينج. لا 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 ساتر يا رب يا ساتر يا رب زابن. اوكي يا ساتر والله الديناميت قوي اقسم بالله قوي. نواف يمديك تفوز. اوكي نواف حقني عليه اثنين من الطرفين وجي جي نواف جي جي نواف. المشكلة ما بدينا نسوي سبكتيت على احد ثاني. اوكي من فاز محمد؟ والله نواف الفايز لانه ذبح اكثر سكور عندي نطالع ان نواف هو الفايز. طيب حاليا اوكي اذا انت الجيم كامل راح نشوف من اللي فاز. اوه هذا وشو؟ ها؟ لا لا من ذا اللي قدامي؟ وشو ذا؟ مين هذا؟ وخره تكفون تكفون ابغى الاول تكفون فلوسي بتطير. لا 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 يطير لا 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 يا شيخ يقطع ام القهر يقطع ام القهر نفس طيحتي يا دابي جي جي. مين فاز؟ محمد فواز فاز. اوه محمد فواز على نقاط جي جي يا محمد جي جي فاز محمد فواز نقاطه 59 مبروك 10 دولار يا محمد مبروك. طيب الحين بنلعب جيم ثاني ونشوف من الفايز. اوكي هذه زومبيز بوينتد. اوكي يقول لك الاصفر الازرق يا شباب لا تذبحون اي شيء لا تذبحون اي شيء. هذا يا ساتر عيال شوي شوي هذا هذا لا هذا ما ادري والله انا صح لي ولا لا. يا شباب ترى في نقاط عليها سالب لو تشوفون اجدار يا ساتر الزحمه. فاز نواف نقاط جدا يقطع من الفضيحه يا عيال يقطع من الفضيحه. طيب الجيم اللي بعده نشوف وش ذا فايند ذا شوت ها اي اوكي اي وين اي يا شباب ترى مو بطلقون طول الوقت لا دي دي تكبر ان وين ان من فوق اقطع مبليس توني اشوفه. اي لازم تحفظ الاماكن مشكله صعب. ام يا ساتر اي وين اي يا ساتر والله ما في الا قوه طلق وين تي يا الله والله صعب شوي ذا يبغالك تركز تحفظ الاماكن. شوفوا بغيت اطلق على الام اوكي ار مين فاز؟ نواف جاب خمسة يا الله نواف هد اللعب شوي يا الله اوكي اوه هذه عرفتها عرفتها هذه نظامها اول ما يحطونك فجأة كذا لازم تنط فهمتوا؟ جهزوا الزبدة جهزوا يمكن يحطونك في لحظة. اوكي اوه تفعل الزون عليه اوه شو الوقت الحين بتفعل الزون يا ساتر يا ساتر بنمشي كلنا اتوقع ولا يا ساتر يا رب مو بنا او مات مات من الزون يقطع محظه حطوني بسرعه لا 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 يحطني الحين اشوه اشوه لا لا تفوز لا تفوز والله جي جي والله جي جي تفعل عليه الزون كيف كيف النظام طيب ليش مو قاعد يحطونا يا عيال كيف النظام او اوفر تايم يا ساتر ليش مو قاعد يحطون الكل او قفل عليه جي 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 قف من اللي قفله اوه جي 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 ما يمديك ما يمديك انا بيحطوني بعد شوي بيحطوني بعد شوي اوكي باقي انا واحد انا نواف اتوقع لازم نط من فوقها جي جي الله جبتها لا الله عديتها مره ثانيه تكفى لا تكفى لا اشوه
خلاص تكفون. من فاز؟ كيف نواف فاز؟ انا فزت ولا نواف؟ صدعت انا، اتوقع اني انا الفائز. الا لا انا الفائز. حلو حلو، انا الفائز في هذا الراوند. حلو، 2-1 بيني وبين نواف. اوكي، هذه يقول رن، هذه رن، هذه نظامها كسر الارضيه. لا لا تكفى، لا 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 تكفى تكفى تكفى، لا 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 لا. تي جي انا بطيح. حلو، لا 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 لا، ما يصير حظي كذا، ما يصير حظي كذا يا عيال. تكفون لا يا الله، لا 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 لا، من ذا اللي كسر قدامي؟ لا لا جي 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 جي، مت 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 والله. أم الثاني أنا، لا الثالث. اي اس جي هذا اللي فاز، يا ساتر، هذا اول مره يفوز. حلو حلو، يعني في تنافس، في تنافس. الجيم اللي بعده، يا رب يا رب. هذه يقول ستاند باي. اوكي، اخضر اخضر اخضر، مع الاغراض اللي معكم يا عيال، الاغراض اللي في الانفنتوري وقفوا نفس اللون حقها. اوكي، جاب ليد بيربل. اوكي يا شباب، الانفنتوري اللي معكم نفس الالوان حقته. هنا بعد مره ثانيه. شيء يتحرك ذا. اوكي، ترى كل ماله يسرع، كل ماله يشيل اكثر او يكسر الارضيه اكثر. اوكي، حلو حلو حلو، فهمت الحين. الحين كل الاشياء هذه حوالي. ها اخضر، متى حط اخضر؟ يقطع من الفهاوه اللي صارت، يا يقطع من ابليس. اوكي، محمد فواز فاز، فاز محمد فواز. اوكي، جيمين نواف، جيم محمد فواز وجيم لي. فحاليا لو انا جبت جيم بصير اتعادل مع نواف، لو جاء محمد فواز جيم راح يتعادل مع نواف. فهذا يقول لك جمب اوفر ذا ديث زون. اوكي، هذا يا ساتر. حلو، اوكي، اوه بقى اثنين، بقى اثنين معي، محمد فواز ونواف. يا ساتر يا ساتر، الحين بتجي مسرع مره. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، لا 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 لا، 204 يا ساتر، واحد مات. ليش موتوا يا اخي، موتوا موتوا، يا الله يا الله. حلو حلو حلو، صدعت انا، صدعت. وش ذا؟ ما اشوف يا لا، اشوه اشوه اشوه، دمجت بس الحمد لله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، وش ذا؟ ها تروح ترجع، يا ساتر وش ذي؟ جي جي، فزت فزت، يس ياس، لبي يا شيخ، فزت فزت الحمد لله. والله العظيم هي لي خمسة يا عيال، هي لي خمسة، يا ساتر. في علق الجيم، اوه حلو، ذبحت واحدة. يا اللي ضدي هذا، مين ذا اللي فوقي؟ مين ذا اللي فوقي المعرق؟ يا ساتر، في زون. مين مات؟ الله، فزت انا، فزت. خربت عليهم الجيم، ما حد مخ شيء. طبعا هنا رجعت اللقطة هذه وشفت ان نواف هو اعلى واحد سكور، بعد ما خلصنا الايام كلها اكتشفت ان نواف هو الاول اللي هو مكتوب اسمه سباي، فاعطيته 10 دولار. نلعب جيم اخير، يلا نلعب جيم اخير، لازم يكون في فايز غيري عشان نعطيه 10 دولار، لازم. اوكي، هذه نظام الثلج، هذا النظام اللي تطيح. حلو، لا لا ما تحكي دالي من البداية، ما تحكي دالي من البداية. انا شفت واحد هنا، وين راح؟ اوكي، واحد طاح، وين الباقيين؟ او نواف 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 اخر، يا ساتر انا بغيت اطيح. في احد وراي، في احد وراي، من اللي وراي يقطع حولي. الله، حسبت ما بيقل اثنين، صار في واحد وراي، اعطاني واحده. اوكي، فاز نواف، لا والله ضده واحد. اوكي اوكي، مات مات مات، لا والله اندفيته ولا صقع ولا ايش؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر، نواف مات. جي جي، فاز دابي، فاز دابي. حلو حلو، هذا اول جيم فاز دابي، مع ان النقاط كانت زيها 6 6 6 ثلاث اشخاص. اوكي، هذا سباق، عرفته عرفته، هذا سباق المويه. يا ساتر، ليش مو قاعد هذا؟ اوكي اوكي، حلو، دق بلا لا تسبقني، لا تكفى. ايوه ايوه
تكفى وصلني النط هنا واطه والله سباق رامي الحين خش تحت حبه كذا يا ساتر يا ساتر لا انا شبت والله غش تكفون اروح يسار اليمين يقول لك يسار اليمين اي شيء بعدين هنا يسار اليمين اي شيء بعدين ارجع اوكي اوه تخش على بالي انه من تحت يا ساتر اللي بعده لف انا فزت ان شاء الله فزت يا رب الفوز الراوند الاول يس فزت في الجيم الجيم الثاني دي الجيم الاول دابي المين تبونه اوكي حلو هذا شلون وراي محمد فواز شلون رسم وراي يقطع من القهر لا تكفى حلو الله من نطه يا ساتر مين بيفوز اخر 10 ثواني فاز نواف الحين 1-1-1 اوكي هذا الماب سباق عرفته هذا جامد لا ما تبلكوني حلو وشلون سبقني ذا لا طرت فوق تقول لا الفوز راح علي ها مين اما ما خذيت انا فاز عمر اي بي كيف ما خذيت الجزمه ذي كانت في حقه الفوز يا الله هذا يقول لك افويد لا 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 لازم تقعد تحت هذا المكان بس عشان ما تموت يا ساتر اوكي كيف مت جاني لاق يا الله سر من 250 من 230 يا حبي ليه جي اغلبكم جي والله ما حد مات يا شباب اوفر تايم اوه بيك تخرب على خويك بدون خرب على بعض كيف ما اقدر اتحرك جي في واحد بيموت اح والله مات هو جنبهم يلا خرب على بعض اوه طاح بقى واحد اوه رجعوه ولا ها ايش صار نور فازت اول جيم لنور تفوز الحين منافسه 1-1-1-1 حلو والله 5 وحدات اوكي هذا اكثر شخص يقعد في النص لا شلون يقطع من سحبه لا ما تحبوني لا تكفون انا ما يدخل لا تكفى حس محمد يفوز والله محمد اي ما يسح محمد لا تكفى لا خلوني ابغى اصل النص طيب ساتر اوه جرابلر يا ساتر محمد فاز جي يا عيال واحد يعني شكل ما في فايز ولا ايش ولا ناخذها شكل ناخذها اكثر من سكور اللي بيحطونه اول ما يعني باللعبه نفسها لاست مان ستاند لا لو يا دابي لو يقطع من القهر اوكي باقي اثنين دابي ومحمد فواز جي دابي لا والله مو بجي جاب لي في نفسه اوكي جي حرفيا جي دابي محمد فواز فاز المركز الاول محمد فواز مره الثانيه جي يعطيكم العافيه يا شباب شكرا لكم على مشاهدتكم المقطع وشكرا للشباب والبنات اللي معي في التصوير باذن الله انها ما تخلص الفعاليات باذن الله اني اسوي فعاليات ثانيه زي كذا ولا تقصرون بالدعم عشان نكثر فعاليات زي كذا ان شاء الله استمتعتوا بالمقطع نشوفكم على خير سلام